مليان اغاني وافراح وخالي من الاطراح، واللي جاي احلى من اللي راح على احلى استاذ ارواح. بيتشي يا سماء ابعتيلي موقع التوزيع بتاعت العصابه اللي بتلبس احمر دي وبيشربوا بنت ويقعدوا يقولوا بلياكش. على غرار مسرحيه عيش حر والهمجي للفنان القدير محمد صبحي، أطلق عدد من الفنانين الشباب الصاعدين مسرحية ماريونيت على خشبة مسرح سان جورج، والتي تتناول المراحل العمرية المختلفة للإنسان، ممثلة في دور البطل آدم. المسرحية عبارة عن هي ميكس ما بين مسرحية انت حر والهمجي بتاع محمد صبحي. هي بتناقش عبارة عن المعاناة اللي بيواجهها المواطن المصري من أول بيته، إنه ما بيقدرش يختار اسمه، بعد كده بيكبر في البيت ما فيش اهتمام ما بين الأب والأم، بعد كده بيدخل المدرسة بيضطر إنه يتعلم ويحفظ حاجات بس من غير ما يفهم أو يشغل مخه، وهكذا بقى لحد ما يتجوز وسير حياته، وإنه هو يضطر إنه يسافر بره عشان يلاقي فرصة، فبيضطر إنه هو يواجه مشاكل، فبيضطر إنه يرجع للبلد وخلاص تنتهي حياته على كده، إنه هو ما قدرش يختار الحاجة اللي هو قادر اللي هو عايز يعملها. كل مشكلة احنا بنتكلم فيها على المسرحية هي بتخص حد من الجمهور اللي قاعد بيتفرج، كل واحد هيكون شايف نفسه بطل المسرحية اللي حبيبته بتسيبه بعد كذا سنة مع بعض في البيت، ان هو اضطر ان هو يتجوز واحدة مش بيحبها ومجبر عليها، عدم اهتمام من الأب والأم واهتمامهم بمصالحهم الشخصية، فهي حاجات بتمس البيت والأسرة أكتر من انها تكون حاجات زي المسرح القديم بقى وهاملت وشكسبير والحاجات دي. أنا درية مرات آدم ورغاية، وهو ما بيحبنيش، آدم ما بيحبنيش وبيحب واحدة تانية بس مامته اللي جوزتها له اللي هي خالتي، ماشي. والمفروض ان هو انا مش حسودة بس انا ارنبة، يعني بقول كتير جدا. هو انا ما حسيتش ان في صعوبات واجهتني عشان حسيت الشخصية سهلة بالنسبة لي وان هي شبهي، يعني انا عارفة اعملها بطريقة سلسة جدا، فما فيش اي حاجة واجهتني يعني، وكان الدور كويس وعملته في ثواني، يعني عملته بسرعة الحمد لله. انا بقوم بدور شخص سبعة. شخص سبعة دوت مهمته في حياة ادم اللي هو البطل، هو بيساعده في حاجات كتير. احنا في سبع اشخاص، انا من ضمنهم، بنساعده في حياته كتير، بنبقى معاه من اول ما بيتولد لحد ما بيبقى عنده حاجه 40 سنه، وبنساعده بقى في المدرسه، بنعيش معاه مراحل حياته كلها، مدرسه، في الجواز، في الجامعه، وبنحاول نوجهه طبعا للصح. الصعوبه اللي واجهتني في الدور بتاعي ان انا ازاي اجيب دور الاب من اول بدايه حياته لحد ما بيبقى شخص كبير عجوز كهل، فازاي هطلع الفرق دوت، ازاي هوصل لمجرد ان ده لسه تلاتينات، ده اربعينات، لا ده وصل للستينات، ده لا ده خلاص كهل في السبعينات، فازاي هوصل دوت، ازاي هقدر اتعامل مع اهل بيتي في حدود الشخصيه او الكاركتر اللي انا بتعامل بيه. انا دوري عامل مدرس وعامل معارض وعامل شخص واحد اللي هو قائد الماريونيت، احنا ماريونيت موجودين، وادم هو المفروض هيتحول يبقى زينا يعني في اخر العرض. انا النهارده قايمه بدور ام لادم، ادم هو بطل العرض وانا مامته. ست كبيره في الثلاثينات تقريبا، متجوزه واحد اكبر منها بعشر سنين، من بيئه مختلفه يعني عني كمريم، ف يعني ممكن تكون مثلا حد من اللي هم من اماكن معينه او حاجه، ولسه متجوزه بقى، ف بس يعني بتخلف بقى ادم، وبيبتدي بقى نشوف المعاناه اللي ادم بيواجهها من مامته وباباه، اللي هو اول حاجه طبعا الاهمال، ايا كان الام بتشتغل او لا. خلاص يعني انا دلوقتي خلصت حياتي، كونت اسره وجبت الولد اللي كلكم عايزينه. دوري شاب اسمه ادم، هو بيتولد، هو المسرحيه بتتكلم عن الضغوطات اللي بيتعرض لها الشاب من اول ما بيتولد وتغيرات حياته، فالفكره ان انا بيبقى موجود معايا من اول مراحل طول مراحل حياتي، يعني في التدرجات بتاعتي. انا كنت بحضر الدور عن طريق ان انا بحاول افتكر الناس انا اتعاملت معاهم، ناس شفتهم، ناس مرت بنفس التجارب اللي انا اتعاملت فيها، او يعني لحد مرحله سن انا العمري تمام بقدر اتعامل شويه اللي هو بالحاجات اللي انا مريت بيها. فكره ان انا واقف مكان استاذ محمد صبحي وان انا بعمل عرض شبيه للعرض بتاعه او تطور للعرض بتاعه، فحاسس طبعا فخر وفي نفس الوقت ضغط ان انا يعني ما بقاش قد طبعا استاذ محمد صبحي او ان انا اعمل دوره. مستر كده انا بديك فرنساوي، انا استاذ عبد السميع حافظ عبد السميع جرار التاريخ. المهم يا ولاد انتوا حبايبي هعلمكم حاجه النهارده
والله تعلمتوها كتير، بس انا هعلمكم تاني. هعلمكم عن شخصيات اثرت في التاريخ وبتاثر في الحاضر وهتاثر عليكم في المستقبل، واولهم الحاج عبد السميع.